السلام عليكم متتبعينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مبروك هذا الشهر الكريم ومرحبا بكم في قناة حليمة العبدلاوي. اليوم بمناسبة شهر رمضان الكريم جيت نقدم لكم وصفة سهلة وجيت صحية لتحضير سلو أو صفوف بواحد الطريقة اللي غادي تخلي سلو يبقى مدة طويلة في الاحتفاظ به في البيوت. ودابا ندوزو نشوفو هاد الطريقة. بسم الله، عندي هنايا كيلو ديال الفورص، الدقيق الابيض حمرة، انا حمرته في الفران ديال الزنقة. هنايا عندي كيلو ونص ديال الجنجلان اللي غسلته ومحمر وطاحنا توا. هنا عندي كيلو ديال اللوز حيت القشرة وقالية وتوا مطحون. عندي هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو حتى هو حيت القشرة وقليته ومطحون. هنايا عندي زلافة ديال الجنجلان مقسم من هنايا كنخلي انا يصين، وزلافة ديال اللوز حتى هو مقسم من هذا الكيلو كنخلي حتى هو صين. وعندي هنايا إيلان على حسب الرغبة، اللي بغى يديرو يديرو واللي ما اللي ما بغاش بلاش. وعندي هنايا نافع 50 غرام، عندي نافع بستاني تساوي 50 غرام، وعندي حبة حلاوة حتى هي 50 غرام، وعندي هنايا المسكة حرة طاحناها مع شوية السنيدة باش تطحن ليكم. ضروري ديرو مع شوية السنيدة باش تطحن ليكم دغيا. وهنايا السكر الثقيل على حسب الرغبة، تاخذوا القياس اللي بغيتو، كاين اللي ما كيبغيش حلو يدير غير حساب كاس، واللي بغي حلو يدير زلافة. وهنايا عندي هنا العسل، غنحتاج نص كاس. بالنسبة للصفوف انا غنجمعو بزيت بلدية، غنحتاج إطرو لاروب. ودابا ندوزو نشوفو طريقة التحضير ان شاء الله. بسم الله، انا خديت هاد البانيو اللي غنخلط فيه. اول حاجة ناخد الدقيق. البنات من الاحسن تحمروه في الفران ديال الزنقة، يجيكم ساهل حسن حسن ما تحمروه في الفران هنا الدار ولا الكوكوط، كيشد لكم الوقت بزاف. نزيد عليه هاد كيلو ديال الزنجلان. كيف سبق وقلت لكم راني ناقصه انا من هاد كيلو ونص ديال الجنجلان هاد الزلافه، غنخليها هي الاخر. كيلو ديال اللوز، نص كيلو ديال الكاوكاو، عندي هنا إيلان. كيف سبق وقلت لكم اللي ما بغاش يديرو ما كيعجبوش ما ديروش، وفي صراحة مزيان العظم وصحي. عندي هنايا النافع 50 غرام، هنا النافع البستاني تساوي 50 غرام، حبة حلاوة تساوي 50 غرام، عندي هنا مسكة حرة، البنات ما تقويوش العسل باش ما يتحجرش لكم الصوف ملي كتكونوا كتجمعوا فيه، حيت هو كيولي متبرر قاصح، واللي ما بغاش دير العسل ما ديروش.
البنات كيف قلت لكم الا بغى يسوق السلو يبقى لكم مده طويله غتجمعوا بالزيت بلديه. انا ما كنديرش سميتو الزبده، الزبده ما كتخليش لكم مده طويله داغا كيخسر. المهم الزيت بلديه راه صحيه، وهالطريقه انا تعلمتها من الوالده ديالي من صغري وانا كنشوفها كتجمع سلو بالزيت بلديه. كنجربوا الطريقه البنات، انا شحال من وحده كنشوفها كتجمع سلو ولا سفوف بالزبده راه ما كيبقاش لكم مده طويله داغا كيخسر. من الاحسن الزيت بلديه، وخا يبقى لكم يقدر يبقى حتى عام ما يخسر ما والو. انا عندي هنا اطرو ما نحتاجوش كامل، غنبقى نكب ونخلط حتى يتجمع ليا الخليط، وزنجلان واللوز حسن الاخر حسن نجمع الصفوف. بعد ما ساليت البنات جميع ديال الصفوف غنحتاج معايا واحد ربع ساعه ونمكن نجمع فيه. المهم البنات الا ما بغيتوش يعذبكم الصفوف ما ديروش العسل نهائيا، اكتفيو غير بالسكر الكلاصي صافي، حيت العسل كيكور الدقيق كيعذبنا شويه في الخدمه. في الاخير عاد كنزيد انايا اللوز وبالنسبة للزيت انا احتاجيت اطرو لارو تقريبا ما كاملش اطرو. البنات اللي كتبغي تخلي الصفوف مده طويله جمعي الصفوف بالزيت من الاحسن. كيجي صحي وحسن من كتجمعي بالزبده، حتى في المذاق كيجي حسن. استمر بالطريقه اخرى ان شاء الله نتلقاو في الشكل النهائي. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الصفوف اللي حضرت معكم اليوم بزيت بلديه. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش تشتركوا عندي في القناه وتبارطاجيو مع اصحابكم وحبابكم. والى اللقاء، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.